إذن بداية الموسم كانت كما تعلمون في الماتش الماضي بنقطة التعادل، اليوم يأملون في الانتصار ليجعل الرصيد إلى 4 نقاط. لابد أن يجعلون 4 نقاط يا عصام، باعتقادي أنه أيضا تعادل آخر معناه أن الفريق سيعاني صراعات صعبة جدا في بقية مشوار الموسم. أمامكم تشكيلة FC برشلونة، فريق يستخدم خطة 4-3-3 اللي فيها تركيز على الأجنحة. قدامك تشكيلة بايرن ميونخ، خطة اليوم 4-4-2. جيروم بوتينغ، دافيد ألابا، موصلة التمريرات بانتظار تحيل الفرصة. ليفاندوفسكي، جول! مش ممكن، مش ممكن، عالمي عالمي عالمي. بداية بقنبلة أولى، أول تسديدة وجول. هدف أول بعد 7 دقائق.